الكرام، حول نفس الملف كيفية إجراء الحملة الدعائية الانتخابية سننتقل بكم الآن إلى دهوك. سيكون معنا من هناك مراسلنا بيوار داخاز ليطلعنا على المزيد. نعم بيوار، مساء الخير، تفضل. نعم تحية طيبة، مساء الخير. في دهوك مثل باقي مدن أقليم كردستان بدأت الحملة الدعائية لانتخابات برلمان كردستان أو الدورة السادسة لانتخابات أقليم كردستان. مثل باقي المدن يعني انطلقت هذه العملية بانسيابية عالية في دهوك، وتزينت الشوارع بالشعارات والأعلام وصور المرشحين. لكن قبل هذه الفترة عقد هناك اجتماع كبير موسع في دهوك برئاسة المحافظ دكتور علي تتر باعتباره رئيس اللجنة الأمنية في دهوك بشأن إصدار تعليمات للأحزاب والكيانات وحتى المرشحين بخصوص كيفية مثلا القيام بالحملات الدعائية. لذلك يعني الكل متفقون على أن تكون هذه الفترة تمر بشكل صحيح وبشكل سليم وبإنسيابية عالية. بالطبيعي الحزب الديمقراطي الكردستاني مثل باقي الأحزاب بدأ هذه الحملة بقوة منذ الساعات الأولى، لكن التعريف الرسمي اليوم في حدود الساعة 3 عصرا ستقام هناك احتفالية كبيرة لتعريف مرشحين الحزب الديمقراطي الكردستاني في حدود محافظة دهوك، وبعدها أيضا تكون هناك بعض الفقرات الغنائية والاحتفالات في مكتب تنظيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك. طبيعي الحال يعني الديمقراطي الكردستاني قدم 48 مرشحا في حدود المحافظة باعتبار أن عدد المقاعد المخصصة لمحافظة دهوك هي 24 مقعدا أو هو 24 مقعدا. لذلك يعني يحق لكل حزب تقديم ضعف هذا العدد. نعم مراسلنا بواردة خاص كنت معنا من دهوك، شكرا لك.